الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وخلال الاتصال استعرض الرئيس السيسي جهود مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وذلك في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة وكذلك إجلاء الرعايا الأجانب. من جانبه أعرب المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكدا موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. كما بحث الزعيمان أيضا سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شدد الرئيس السيسي على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن موقف مصر منذ بداية الأزمة في غزة واضح ويدين استهداف المدنيين. وخلال إلقائه كلمة مصر أمام مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، أشار شكري إلى أن استهداف المدنيين أودى بحياة ما يزيد عن 10,000 مدني وترويع وتشريد وتهجير لمليوني مدني فلسطيني من أراضيهم. كما شدد شكري على أن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وأشار إلى أن نزوح المدنيين في قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطورا إيجابيا بل هو استمرارا لمخالفة القانون الدولي الإنساني. وأكد وزير الخارجية ضرورة أن يسمي المجتمع الدولي الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف ممارسات مشينة مسؤوليته، كما اعتبر أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين في غزة إلى الجنوب ليس تطورا إيجابيا بل استمرارا للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولي الإنساني. حذرت الأمم المتحدة من أن الصدمة التي أحدثها التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مستويين الاجتماعي والاقتصادي ستدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الفقر، محذرة من آثار طويلة المدى في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير ارتفاع معدل الفقر في قطاع غزة والضفة الغربية من 26.7 إلى 31.9%، ويعني ذلك زيادة 285 ألف شخص إلى عدد الفقراء الذي كان يقدر بنحو 1.5 مليون قبل التصعيد. وبحسب التقرير قد تبلغ نسبة الفقر 35.8% إذا استمرت الحرب شهرا إضافيا، وإلى 38.8% إذا استمرت شهرين إضافيين. أعلنت قوات الحوثي إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية نحو جنوب إسرائيل في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات نفذتها منذ بداية التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكرت قوات الحوثي في بيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابة مباشرة في الأهداف المحددة. من جانبه أفاد جيش الاحتلال بأن صاروخا أطلق باتجاه إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر. أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على تنفيذ هدن يومية لأربع ساعات في شمال غزة لأغراض إنسانية، مع استبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إمكانية لوقف إطلاق النار بشكل كامل. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الهدن خطوات مهمة إلى الأمام في وقت تشهد مدينة غزة بشمال القطاع معارك عنيفة. وأضاف أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات. قالت مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كوينان بارك إن سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يفتقرون لما يكفي من الغذاء، ويواجهون سوء التغذية بعد شهر من حصار مهلك
تفرضه إسرائيل على القطاع الفلسطيني. وأضافت المسؤولة الأممية أنه قبل 7 أكتوبر الماضي كان 33% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مضيفة أنه يمكنها القول أن 100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة. وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 112 مليون دولار ليتمكن من الوصول إلى 1.1 مليون شخص في غزة في 90 يوما المقبلة. قال رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أن البنك لن يتجاهل التشديد الكبير في الأوضاع المالية الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات، لافتا إلى أنه لا رابط مباشرا بين ذلك أو أي إجراء متعلق بالسياسة النقدية. وأضاف باول في فعالية لصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي الأمريكي لا يريد الإفراط في تشديد السياسة النقدية، مشددا على أن أكبر خطأ قد يرتكبونه هو الفشل في السيطرة على التضخم. وأشار إلى أن المركزي الأمريكي ما يزال يحاول تحديد ما إذا كان بحاجة إلى فعل المزيد لكبح جماح التضخم ليدرس بعدها المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.